مصر وعشرات من الجنود السعوديين وبرتزقتهم خلال تصدي وحدات من الجيش واللجان لزحوفاتهم على جبهة الطوال حرب. ناطق القوات المسلحة يؤكد فشل قوى الغزو في التقدم في جبهتي حرض الطوال وميلي. الثورية العليا تحدث ساحة باب اليمن بصنعاء المسيرة الكبرى للتنديد باستهداف العاصمة والمدن بالقنابل العنقودية. هيومن رايتس ووتش تؤكد أن طائرات التحالف تقصف صنعاء بقنابل عنقودية وعشرات الشهداء في تجدد غارات العدوان على عدد من المحافظات. وبعد أن طالت سفارتها غارات العدوان، إيران تتهم السعودية بقصف سفارتها بصنعاء بشكل متعمد.